طيب خلينا نحكي الآن introduction عن chapter 6. هذا الشابتر اللي راح نبلش فيه يعني بس introduction الآن، وراح نحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. شو هذا الشابتر؟ هذا الشابتر بيحكي عن الباينري تريز، عن التري بشكل عام. أول إشي التري terminology، راح يحكي هون عن نوع معين اللي هو الباينري تري من التريز، وراح يحكي عن عمليات الفايندينج والانسيرتينج تريفيرسينج، كيف توجد الماكسيموم والمينيموم في نود في التري، وكيف تعمل ديليتينج لسبيسيفيك نود، عمليات الريبريزنتيشن للتري از ان اري، كل هاي موجوده في هذا الشابتر. طبعا هذا الشابتر يا شباب في البدايه بيشرح او بيعطيك بشكل عام شو يعني التري. التري مثلا طلع على هذا الشكل، التري بتتكون من عبارة عن نودز، كل نود هو عبارة عن أوبجكت. هاي الأوبجكت طبعا أكيد راح تكون معرفة من كلاس، وهاي الكلاس راح يكون اسمها نود مثلا، ممكن نسميها نود، تحتوي على بيانات. ممكن هاي البيانات تكون زي كيف اللينك اي داتا ودي داتا، ممكن تحط فيها كي فاليو اللي بدك إياه. طبعا حسب ناخذ هون بعض التري تيرمينولوجي، يعني مثلا في بعض المصطلحات هون اللي ضروري نعرف شو يعني. مثلا هون شو يعني روت؟ روت في التري هو اول نود موجوده في التري، بالعربي بيقولوا لها يعني جذر. الان لاحظ لكل نود هناك تشيلدرن، تشيلدرن هذا بي وسي هو تشيلدرن لمين؟ هم تشيلدرن لاي. طبعا انت ممكن يكون في عندك اكثر من في التري بشكل عام، ممكن يكون في عندك اكثر من تشايلد، لكن في نوع الباينري تري، الباينري تري ليش سموها باينري تري؟ لانه بحد هالاقصى انت بتاخذ بس تو تشيلدرن. اذا يا شباب التري زي ما شفنا هذا الشكل طلعوا مثلا هون، كم تشيلدرن موجود عندي على هذا النود؟ ثلاث. هاي تري بس هاي مش باينري، لانه هون في عندي 3 مور ذان 2 تشيلدرن على النود هاي، فبالتالي هاي ما بسموها باينري. الباينري نفس هذا الشكل، لما يكون بحده الاقصى كل نود بحده الاقصى له 2 تشيلدرن. طبعا ممكن يكون بس له 1 تشايلد، ممكن ما يكون له ولا تشايلد، لكن بحده الاقصى اذا كان له 2 تشيلدرن يسمى في هاي الحاله باينري. طلع مثلا هون عن هاي المصطلحات كمان بدنا نحكي، هذا بسموه ليفت تشايلد، هذا بسموه رايت تشايلد، هذا بالنسبة للتشيلدرن بسموه بيرنت، وبيسموه كمان لأنه هو البيرنت لهم كلهم بيسموه روت. الليفل زيرو بيكون عليه بس الروت، الليفل ون بيحتوي على التشيلدرن الخاصة في الروت. لاحظ الليفل ثري اللي هم التشيلدرن للتشيلدرن تبع الروت، وهكذا. فكل ما تنزل هذا بيسموه ليفل. لاحظ من اذا بدك تنتقل من الروت لعند مثلا هذا النود، هاي النود، هذا شو بيسموه؟ بيسموه باث. عمليه الباث يعني انك انت تنتقل من هذا النود بهذا الشكل، يسموها باث. دائما النود اللي بتكون في الاخير يعني على اخر ليفل واللي ما الها تشيلدرن بيسموها ليفز. ليفز الوحده بيسموها ليف، المجموعه بيسموهم ليفز. لاحظ مثلا تعال على هاي النود، هاي بيقول لك هاي هي الليفت تشايلد لبي، هاي هي الرايت تشايلد لبي، هاي بيسموها الروت، عفوا هاي بيسموها البيرنت، بيرنت لهذول التشيلدرن. لاحظ هاي اللي مأشر عليها هيك بوردر نقطي، هاي شو بيسموها؟ بيسموها السب تري، سب تري من هاي التري، يعني جزء سب تري من التري الرئيسية. تمام، هاي بعض المصطلحات الأساسية بالنسبة للتري. في عندك الباث، حكينا عن الباث، حكينا عن الروت. لاحظ هاي مثلا، هل هاي تري؟ هون السؤال، هاي مش تري يا شباب، لأنه في التري مستحيل يكون في اتصال بين نودز على نفس الليفل. لاحظ طلع التري كيف شكلها، ما في اتصال بين النودز على نفس الليفل، لازم الاتصال من النود اللي في ليفل اعلى لليفل اقل، او العكس من ليفل اقل لليفل اعلى. بالتالي الاتصال بيكون بهذا الشكل.
ترابط، لكن إذا في نودز على نفس الليفل في بينهم اتصال معناته هاي ليست تري، بسموها نون تري. والنون تري يا شباب من الأمثلة على نون تري شيء اسمه الجراف، راح ناخذه في الشابتر الجاي. فيا شباب التري لازم ما يكون في كونكشن بين النودز على نفس الليفل زي ما احنا شايفين في هاي الصورة. حكينا شو يعني بيرنت، حكينا شو يعني تشايلد، حكينا شو يعني ليف او ليفز الجمع. ليف يعني ون نود، ليفز يعني مجموعة من النود، اللي هي ليف يا شباب اللي ما بيكون إلها children، هي النود ما إلها children. الصب تري هي جزء، هي تري جزء من تري رئيسية. عملية الفيزيتنج إنك أنت تعمل فيزيتنج للنود، يعني توصل للنود، ممكن تطبع محتواها، ممكن تعمل كومبارزون أو تشيك على محتواها، بيسموها عملية فيزيتنج. التريفيرسال هي عملية فيزيتنج لكل النودز الموجودة في التري، فبيسموها تريفيرسال. تمام يا شباب؟ هون الليفلز شرحنا عنها، الكيز. الآن لو ترجع على التري بهذا الشكل، الكيز اللي هو محتوى كل نود. طبعا ممكن النود يحتوي على اي داتا، دي داتا، ممكن يحتوي على كي فاليو، فهو عبارة عن أوبجكت ممكن تحط فيه قيم زي ما بدك. طيب هاي يعني بالنسبة للترمينولوجي الباينري تري يا شباب، هذا هو باينري تري، هذا شكل الباينري تري. طلعوا كيف؟ يعني هذا بيبين لنا شكل الباينري تري. لاحظ الباينري تري بحد الأقصى لكل نود في عندك two children، هاي بسموها binary tree. طيب هذا النوع بالذات بسموها binary search tree. ليش binary search tree؟ شو يعني binary search tree؟ هون يا شباب binary search tree انه بتتجزأ تطلع بتتفرع لاثنين كل مرة، كل خصلة كل نقطة بتتفرع لاثنين. هاي معناتها binary tree. binary tree بس binary tree من غير search. باينري تري انه يكون بحد الاقصى لكل نود تو تشيلدرن. مثلا هاي ما لهاش تشيلدرن ما في مشكله، هاي لها 1 ما في مشكله، لكن اذا كان في اكثر من تشايلد بطلت باينري تري. طيب الان شو يعني باينري سيرش تري؟ باينري سيرش تري يا شباب طلع على القيم او الفاليوز في كل نود او الكيز في كل نود، لازم يكون القيم اللي موجوده على الشمال، طلع كل القيم اللي على الشمال هون، كل القيم اللي على الشمال اقل من الروت، كل القيم اللي على اليمين اكبر من الروت. تعال طبق هذا كلام هون على هاي السب تري، كل القيم اللي على الشمال هون اقل من الروت، كل القيم اللي على اليمين اكبر من الروت. نفس الشيء هون، هاي اقل من الروت، هاي اكبر من الروت. طلع لازم القاعده هاي تطبق على كل النودز، فبالتالي في هاي الحاله بنسميها باينري سيرش تري. ففي الباينري سيرش تري الليفت تشايلد اقل من الروت والرايت تشايلد اكبر من الروت لكل نود في الباينري سيرش تري. سهله هاي، مفهومه صح؟ طيب لان هون بيحكي انه كيف بتشتغل الباينري سيرش تري، لان احنا هون راح نحكي عن العمليات الرئيسيه للباينري سيرش تري، طبعا اللي هي عملية الانسيرشن، عملية الانسيرشن وعمليات الفايندينج والديليشن. هاي راح كلها نحكي عنها ان شاء الله في المحاضرة القادمة. طبعا لاحظ هون لازم نحكي عن كيف نعمل ريبريزنتنج للتري ككود، كيف نبرمجها ككود. فاول شيء راح نبلش فيه، مين بيتذكر لما بلشنا في اللينك ليست اول شيء بلشنا فيه؟ الكلاس لينك، بعدين اللينك ليست. هون اول شيء راح نبلش فيه اللي هي الكلاس نود. نود الكلاس نود اللي هي عباره عن هذا الاوبجكت هذا. الان الكلاس الثانيه راح تكون اللي هي التري، اللي هي كل هاي الاوبجكت كلها مع بعضها البعض، فبالتالي هي راح تتبرمج بطريقه مشابهه اللي شفناه باللينك ليست. نود الكلاس نود راح تشوف تحتوي على اي داتا، اف داتا، ليفت تشايلد، رايت تشايلد، هذول الريفرنس ياشروا على تشيلدرن. وهون عمليه ديسبلاي. بعدها راح ناخذ الكلاس تري، يعني احنا راح ناخذ تو كلاسز، اول وحده كلاس نود والثانيه كلاس تري، وهي ان شاء الله راح نحكي عنهم بالتفصيل في المحاضره القادمه.
هيك بنكون انهينا الجزء الخاص بالانترودكشن لتشابتر 6 اللي راح نبلش فيه ان شاء الله بالمحاضره القادمه. في اي سؤال هون قبل ما انتقل على موضوع الكويز يا شباب؟